يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقيمت على المشرك الحجة لكن لم يفهمها هل نعذره؟ ما قامت عليه، إذا لم يفهمها معناه ما قامت عليه الحجة. نعم. يقول وهل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عذره، وذهب أئمة الدعوة إلى أنه لا يعذر؟ بلوغ الحجة إنما تقوم به الحجة إذا كان يفهم لو أراد، إذا كان يفهم لو أراد، لكنه لم يرد هذا قامت عليه الحجة. أما إذا كان أعجمي ما يفهم ولو أراد الفهم ما فهم، ما تقوم عليه الحجة حتى يترجم له ويبين له. نعم. فقيام الحجة هي بلوغ القرآن مع فهمه لو أراد، فإذا تركه وهو يقدر على فهمه فهذا غير معذور، لأنه بإمكانه زوال الجهل ولكنه لا يريده. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ولهذا يقولون من بلغته الحجة على وجه يفهمها لو أراد فإنه ليس له عذر. نعم.